لكن بعيدا عن توقع خطوات الغرب، تمضي الصين في خططها بالنسبة لتايوان. فعلى مدى عقود التزم قادة الحزب الشيوعي بإعادة التوحيد العظيم بحلول عام 2049. تفضل بكين الطرق السلمية كما حدث في هونغ كونغ وماكاو، لكنها ستلجأ للحل العسكري إذا فشلت الخيارات الأخرى. في حال حدوث الحرب، سيكون مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين بعرض 180 كيلومتراً، وفي أضيق جزء منه ب 130 كيلومتراً، سيكون مسرحاً للمواجهات، حقيقة قد تفسر حرص الصين على تطوير أسطولها البحري. لكن الطريق إلى تايوان محفوف بالمخاطر، وسيتطلب تنفيذ أكبر هجوم برمائي في تاريخ البشرية. جغرافية الجزيرة لا ترحم، جبال مغطاة بالجبال، حقول أرز موحلة، وتجمعات حضرية مكتظة، تضاريس تحبط مناورة الدبابات. هذه العوامل قد تساعد تايوان، لكن الخبراء ينصحونها لا مفر من إعادة تجهيز جيشها بشكل جذري، بدلاً من استثمار ملياراته العشر سنوياً في شراء مقاتلات شبحية ودبابات وغواصات ستستهدفها الصواريخ الصينية في ساعات الحرب الأولى. تحتاج تايوان بدلاً من ذلك إلى الاستثمار في أنظمة أسلحة رخيصة الثمن وكثيفة، يمكن نقلها وإخفاؤها ونشرها بسهولة ضد قوة غزو برمائي. وبالطبع زوارق صواريخ سريعة وسفن زرع ألغام، طائرات مسيرة وصواريخ موجهة. وعلى عكس أوكرانيا، لا تملك تايوان حدوداً برية لتتلقى دعماً بالسلاح، فالمياه تحيطها من الجوانب كافة، لكنها محاطة بحلفاء: واشنطن شمالاً، اليابان جنوباً، الفلبين إلى جانب غوام وجزر ماريانا الشمالية، وعدد من الجزر الصغيرة الخاضعة للسيطرة الأمريكية. لكن الصين لا تتفرج، تعمل هي الأخرى على بسط نفوذها على جزر في المحيطين الهادئ والهندي.